وجبه ورا وجبه ما شاء الله. با يعني يعني حتى جاخور انظف صار من الشارع هذا. شارع العام باللي طول هاي العام باللي طول سووه هسه طايح الحضحض. هاي الزيتون هاي حي الزيتون شارع الزيتون هذا قصرت عليه الدوله ملايين صاير مقبره للروث وهاي بقايا العلف مال الثيران زين. الله ينتقم من الغرباء اللي دمروا البصرة. الله ينتقم منهم. لا يم الحسين ولا شيء. عبارة عن تجارة يستفادون منه ها. تجارة يستفادوا منه بس. يعني هاي وين الدولة وين القانون ما أدري. لكم تيها خو مو تيها دايها. يلا. والله مع الأسف هاي البلد ما حد لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما سيظهر أو ظاهر الآن على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام الموضوع هو مهم للغاية بالنسبة للعراقيين، لأنه موضوع يهدد حياة وأمن العراقيين بشكل عام، وهو النزاعات العشائرية. تحدث بين آونة وأخرى نزاعات عشائرية ترقى في استخدام الأسلحة فيها أو في بعضها إلى الأسلحة الثقيلة، وتحدث نزاعات مستمرة طبعا في محافظات جنوب العراق، وهناك فقدان تام للسيطرة من قبل الحكومة على الوضع الأمني. يوم أمس حدثت أيضا نزاع عشائري أو حدث نزاع عشائري في بغداد تحديدا، واستخدم في هذا النزاع مضادات دبابات، وكان الموضوع حقيقة ساحة قتال بين دولتين وليس الموضوع بين عشيرتين داخل بلد يسمى العراق يفترض أن له حكومة وله نظام أمني يفترض. هذا النزاع ليلة أمس أودى بحياة شخصين وأصاب أكثر من 17 شخصا بجروح بإصابات، هناك ضرر كبير، هناك إحراق ل 2500 متر من الأراضي بسبب هذا النزاع. نزاع في منطقة المعامل، طبعا منطقة المعامل في منطقة الحسينية. طبعا هذا النزاع استخدمت فيه أسلحة متوسطة واستخدمت فيها كذلك مضادات دبابات قذائف. يعني الموضوع وكأن هناك، وهذا يؤكد طبعا أن هناك غياب تام للنظام الأمني في العراق وانهيار للمؤسسة الأمنية. طيب، رئيس رابطة التفاوض وحل النزاعات العشائرية في العراق الشيخ محمد الجابري قال إن العشائر أصبحت أكثر قوة من الدولة لتحل محلها ومحل القانون في حل الخلافات والنزاعات بين أفراد المجتمع، وذلك بسبب سلطة الأحزاب الحاكمة التي أضاعت هيبة الدولة. أضاف الجابري أن القوات الأمنية عاجزة وتكتفي بالتفرج على الجرائم التي ترتكب إثر النزاعات والخلافات العشائرية. بيّن الجابري أن الأوضاع الأمنية في جنوب العراق تتراجع بشكل مستمر، مطالبا بوضع الحلول المناسبة للسيطرة على السلاح المنفلت وردع المجرمين. طبعا الكل يعلم أن العراق هو أصبح الآن يعني بإمكان أي أحد في العراق أن يملك السلاح. دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن هذا المقطع في سوق مريدي، وهو أحد المناطق المشهورة بقضايا كثيرة مخالفة للقانون من ضمنها تجارة السلاح، فلنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذا السوق علني، هذا ليس في السر، هذا ليس في الخفاء، ليس في مكان مظلم، هذا في وضح النهار أمام عيون الجميع بحضور العراقيين المشترين
ونرى هناك تواجد أمني كذلك. يعني يعلمون، المفروض الدولة تعلم بوجود هكذا سوق، ومع هذا نراهم يتاجرون بالسلاح بشكل طبيعي جدا ولكأنهم يتاجرون بالسلاح. طيب، كيف تنظر الدولة إلى هكذا أمور، إلى هكذا سلاح منتشر في العراق بين يد الميليشيات وبين يد الأحزاب وبين يد العشائر وبين حتى يد التجار الذين الآن هم يبيعون السلاح علانية؟ طبعا هذا الموضوع كان منذ الاحتلال ولغاية اللحظة تم الحديث أو دار الحديث في آونة من الأوقات، في وقت من الأوقات، بأنه الموضوع هذا توقف، لكن هو موجود مستمر. وهذا يطرح سؤال، هل فعلا الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها؟ ما الخطوات التي يجب أن تتبع أو من المفترض أن تتبعها الدولة إذا كانت صادقة في قضية حصر السلاح بيدها وسحبه من كل هؤلاء الأفراد الميليشيات العشائر؟ وكذلك لماذا تحول دور العشائر في العراق إلى هذا الذي نراه الآن، إلى هذه السلبية، إلى هذه الدموية، إلى إرهاب المجتمع، بدل أن يكونوا هم العماد الأساسي لأي نهضة، لأي ثورة؟ هم الذين وقفوا في السابق أمام العدوان، هم الذين وقفوا أمام الاحتلالات، الآن نراهم يتصارعون فيما بينهم، يحملون السلاح ضد بعضهم، وهناك قتلى وهناك جرحى من العراقيين، بل هناك قتلى وجرحى من أطراف ليس لها علاقة بهذه النزاعات. ما المعنى الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أخي محمد. شوف هم هؤلاء اللي يحكمون العراق وين وصلونه؟ يعني هاي العشائر وغيرها وغيرها وغيرها. يعني طببوا العراق بدوامة، هاي تعليمات بريمر يعني من زمان، هاي نعرفها. فك الجيش العراقي والسلاح راح صار السلاح بالمحافظات كومة. هم عملهم هذا أخي محمد. يعني هم لما سووا هالشيء هذا حاسبين كل شيء حساب. يعني هاي مو دولة يا أخي، مو دولة هاي. يعني شلون أقول لك عليها؟ يعني بدون عقول، هذول كلهم مسيرين. يعني هسه السلاح المنفلت، هذول ترى الحكومة ما السلاح المنفلت يسرعوا لنا. يا دولة هي عندنا دولة احنا. يعني اليوم الواحد يحكي السلاح المنفلت والسلاح، صار لكم 5 سنة يعني ما فكرتوا بالتفكير؟ اذا انتم مسيرين العراق يعني ما اعرف يعني. حتى هسه السلاح يعني هاي ما تنشال ابد. هاي مال الحكايه تقعد يحصل السلاح بالدوله وذاك يحكي وهذا يحكي، كله هيك كلام فاضي. هو العراق مدمر، وصلوا هيك مرحله. يعني في اليوم اكو ازمه بالعالم. ما صارت عندنا يعني كل الازمات يوميه ازمه نحكي. يا شعب اصحوا، هاي الحكومه دا يقول لكم يا حكومه ما نريدكم. انتوا عيب المجلبين، يعني انتوا دوله تفاهه. يعني دوله تافهه. يعني علاقاتكم بالامريكان، علاقاتكم بايران، علاقاتكم بترامب. ما تعرفوا تقولون دوله ولو انقلعوا من العراق، مدمرت العراق ما بقى فيه شيء. يعني حتى التفاعل الاجتماعي بين الناس راح. أنا الناس صحت وعرفت. أنا أشكرك يا أبو حسن من بغداد، وضحت الفكرة. وأيضا يبقى السؤال القائم مشاهدينا الكرام، لماذا تحول دور العشائر في العراق من أن تكون هي الخط الأول بالدفاع عن المواطن المظلوم، هي التي تقود المجتمعات إلى النهضة، إلى الثورة الحقيقية، إلى التحرر من العبودية، من الاحتلال، الآن نراها هي راضخة لهذه الأمور، نراها هي التي تثير الفوضى، هي التي تثير الإرهاب في العراق تحديدا؟ أبو فيصل من السعودية، تفضل. مساء محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. تحية لك أستاذ محمد، تحية الغناء وكادرها الطيب، تحية للشعب العراقي. حياك. بالنسبة للأستاذ، هذه النزاعات العشائرية هي تشجع هذه الحكومة العميلة المجرمة بالعراق. تشجع على هذا علشان تسخب الشعب العراقي عن قضية صحيحة هي تحرير بلده. هي تشغله بأنه نزاعات عشائرية وهي تنهب أمواله وتنهب ثرواته وتبيع أرضه. فهي مستانسة للوضع، وهي من تمده بالسلاح عن طريق المرجع، لأنه العراق لا يوجد، أستاذ محمد، دولة. احنا شفنا بعد زيارة هذا
الفاشل لامريكا ويحضر عند هذا العامل يعني ميليشيا يحضر عند رئيس الوزراء. يعني هو بشر الكاظم من اول يوم، هو الاستاذ فاشل في كل الملف. يعني الاستاذ هو اعتوا به من اجل ان يبقى العمليه ما يسمى العمليه التخريبيه السياسيه هذه الفاشله بالعراق، علشان يبقى العراق في هذه الدوامه. على الشعب العراقي لا ينتظر من الكاظم وامثال الكاظم، على الشعب العراقي ان ينهض وان يحرر بلده وتحيرك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد ابو زكريا من كركوك، تفضل يا ابو زكريا. الله يرحم محمد يحفظكم. الله يسلمك يا ابو، وتحياتي على كل المتصلين في العراق خارج العراق. حياك الله استاذ محمد. نعم وقتي باي. نعم سويت عرس لابني ضربه طلقه واحده، والله ما ادري منين هاي الطلقه الواحده. الله وكيلك حزوا ابني 30 يوم. نعم 30 يوم حزوني وابني علي. نعم زين هسه هاي الميليشيات يعني العشائر دباباتهم صواريخهم. نعم وين الدوله وين يعني يوقف يقول احنا دوله مملوءه بالطلقات قتل العراقيين. يعني النزاعات العشائر يعني تسال بوقت البايز هسه قاموا لانه كلهم يعني تابعين ايران. نعم وغير ايران والشاد واسلحتهم اقوى من دوله. نعم تابعني ليش ما ياخذ حق المتظاهرين؟ بس انا عندي هاي النقطه، ليش ما ياخذ حق المتظاهرين؟ بس مني متظاهر و30 الف جريح، وين حقهم هذول؟ انت تتوقع هو يقدر يا ابو زكريا؟ والله ما يقدر لانه الخامنئي وايران مسيطره. والله محمد بن فرحان العراق باعوه من 2000 كان باعوه الايرانيين يتجولون. يعني شوف قحاني يطب العراق ماكو واحد يحاسبه ولا المجرم الكبير هذا القتلو هذا الايراني الثاني هذاك ما حد ما يقدر يحاسبهم لانه ما عندنا قانون ما عندنا دوله. أنا أشكرك سيد أبو زكريا من كركوك، أشكرك وضحت الفكرة، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك. بالنسبة لهذا البلد طول ما حكمته أحزاب ما يصير ماكو حكم صالح يصير. لأن الأحزاب من تحكم كل واحد ينطي رأيه، كل واحد يريد يحكم كيفه. يعني ماكو تفاهم بيناتهم. يعني أنا شايفة يجوز أكو بالدول الغربية أكو أحزاب أكو تفاهم بيناتهم وانسجام ويصير دولة قوية. لكن طيب. هذول أحزاب من إيران كلهم منتمين إلى إيران. كلهم إجوا يخربون ما إجوا يبنون. إجوا بيعمرون إجوا يخربون. فانتمائهم إلى إيران فما يهمهم. فشوف لو أكو قائد قوي يحكم العراق كان من الشمال إلى الجنوب ما حد جاء، لا عشائر ولا كردي ولا عجمي ولا واحد يقدر يجول يدور في البلد. لكن ماكو قيادة، ماكو قانون، ماكو نظام، ماكو حكم، كل شيء ماكو. هدد يعني فوضى. يعني اسمهم قاعدين هذول البرلمانيين وكل واحد ياخذ راسه يتكدى على الكراسي وكلهم لا منفعه ولا ابد، واسمهم وزراء قاعدين على الكراسي ويحكمون وكل شيء ماكو، لا فهم ولا علم، كل شيء ماكو، كله فوضى في فوضى. واحنا صار لنا من 2003 الى هسه 17 سنه احنا في فوضى عارمه. يعني الى متى شبابنا بدها تروح حدر؟ الى متى هذا البلد يروح نحو الهاويه؟ الى متى يعني الى متى؟ بس الشباب اللي هذول اللي من هسه هذول يوم من اول الثوره دمائهم حاره كانت، كان ما تغلغلوا هذول يعني في
سياسيين وصار عندهم قوة وصار عندهم عندهم ارتباطات خارجية وعندهم أشكال وران. يعني لا عندهم سياسيين عندهم هذول ارتباطات وخاصة هذول يقلعون من العراق ما يقلعون إذا ما تجيهم قوة قوية تقلعهم قلع يعني. نعم. إلا هالشكل إلا ما ينقلعون. أنا أشكرك يا سيدة أم أزهار من بغداد معنا السيد باسم من بابل. تفضل يا باسم. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك، الحمد لله. عندي بس سؤال يعني بس سؤال يعني ما أريد آخذ من وقتك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للسلاح هاي قديمة بالسقوط يعني. هاي السلاح اللي شفته هسه قناصر وهاي هاي بالسقوط، هسه ماكو سلاح بالشارع، معقول اكو سلاح بالشارع ينباع هسه؟ طيب البارحة 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 سيد باسم حتى نوقف عند الموضوع نقطة نقطة حنعطيك وقت حنعطيك وقت حنعطيك وقت. البارحة في بغداد حصل نزاع عشائري بين عشيرتين استخدمت فيه قذائف مضادة للدب. ليش ما نحكي بها؟ ليش هذا مو سلاح منفلت؟ لو هذا مو سلاح من هاي منفلت هاي منفلت بس انا احكي طلعت الصور هاي مو صحيحة قديمة. لا 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 هذا هذا نعم هذا قديمة بس اسمح لي هذا هذا سؤال واحد بس اسمح لي اسمح لي بس والله حجاوب يلا تفضل تفضل اخذ لا اخذ الاخر السؤال الثاني بالنسبه اخذ للسعوديه اي اخذ للسعوديه ليش يتدخل بال 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 بالحكومه العراقيه هو تمام. للسعوديه تمام. مو عراقي هو تمام ايش يتدخل بالحكومه تمام طيب ايش يتدخل هو شنو كان سالته مثل تاخذ انت من السعوديه ليش تدخل بشان العراق طيب ليش دخل في العراق ما يدخل بشان السعوديين الارهابيه دخلوهم للعراق ايش دخل بهاي الشغله طيب. انا لا 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 اسمح لي اسمح لي لحظه لحظه حضرتك سالت اسئله لازم تعرف اجابتها لو شلون نعم طيب الموضوع الاول حضرتك ده تقول الصور قديمه هي متداوله تم اعاده تداولها من جديد وهي مو حيل قديمه للعلم الموضوع موجود في سوق مرادي وانت تعرف حضرتك شنو سوق مرادي بالعراق وشنو ممكن يحتوي على مفاسد الحكومه ماكو هذا الكلام هاي طيب انا اقول لك شغله سؤال السلاح الموجود عند العشائر والسلاح الموجود عند الميليشيات منين حصلوا عليه هاي العشائر صحيح منين حصلوا على منين حصلوا على السلاح العشائر والميليشيات منين حصلت على السلاح استاذ العزيز هاي بالسقوط سقوط الموصل غير سقوط الموصل هاي العالم بدات تسلح وضاعت طيب مو الحشد 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 اسمح لي يلا لا. انا انتظرك تخلص لان بصراحه صوتك شوي عالي الحشد هو يوم الحشد اكو بقت حكومه بالذاء يوم الحشد احنا بقينا الحشد استدام وانط ارواح وانط فكر انط الحشد الحشد ممنوع واحد يحكي عليه خط احمر طيب. خط احمر الحشد كملوا طلعوا ناس كلهم متمكنين تمام. وناس مثقفه وناس واصله بالدراسه واحد عارف انا بس اريدك بس بس اريدك سيد باسم بس اريدك تهدأ شويه وبعدين بدنا نتناقش حتى لا يصير الموضوع صياح طيب احنا عفنا من عندنا العراقيين عفنا من العراقيين يا اخي بس اسمعني انت طاب بس تحكي المفروض من يحكي لك هذا بالسعوديه أيه. المفروض قل له انت قاعد توقف الارهاب مع العراقيين طيب. انت الارهاب طيب انت طيب. في الارهاب خلصت؟ يلا انا ما اخذ نقطة استاذ محمد واعتذر على شكرا شكرا يا باسم شكرا طيب اتمنى تسمعني الان سيد باسم لان الموضوع صار عبارة عن الصياح اولا احنا بعيدا عن العراقيين المنظمات الدولية وصفت الحشد بانه ارتكب انتهاكات ضد حقوق الانسان وترقى الى جرائم حرب منظمة هيومن رايتس ووتش قالت بان الحشد الشعبي ارتكب انتهاكات ترقى الى الجرائم التي ارتكبها داعش منظمة العفو الدولية طالبت حكومة حيدر العبادي في وقتها بإجراء تحقيقات حول انتهاكات ارتكبها الحشد بحق المدنيين في الموصل وغير الموصل وهناك كانت إعدامات ميدانية تنفذ من قبل ميليشيات الحشد المرجعية في النجف نفسها في بداية العمليات العسكرية في صلاح الدين وفي الأنبار كانت هناك عمليات سرقة ونهب للبيوت وحرق للمحلات وحتى دور المواطنين شعرت بالإحراج فقالت هذه تصرفات فردية خرجت المرجعية وقتها لتعترف أن هناك انتهاكات وكانت أيضا باعترافات أو تبرير حقيقة لما يحصل وحصر الموضوع بتصرفات وانتهاكات فردية الأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية ونحن نتحدث هنا ونقول هذا الموضوع بعيد عن رأي العراقيين أو حتى أي جنسية عربية احنا نقول هذا رأي الهيئات الدولية قالت بأن هناك انتهاكات من القوات الحكومية
ومن ميليشيات الحشد مع داعش ترقى أيضا إلى مستوى واحد. تحدثت الأمم المتحدة في تقرير ذكره الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، تقرير من الأمين العام، قال بأن هناك عمليات اغتصاب وعمليات انتهاك وإعدامات ميدانية نفذها الحشد والقوات الحكومية وكذلك تنظيم الدولة داعش. هذه الانتهاكات التي ارتكبها الحشد كانت عبارة عن اغتصاب فتيان، اغتصاب لفتيان في المحافظات المنكوبة. هذه كانت آراء دولية فقط، هذه آراء دولية. الحقيقة على الأرض هي أعظم من ذلك بكثير، هي أخطر من ذلك بكثير. وفق الدستور في العراق الفقرة التاسعة المادة باء تحظر على الدولة تشكيل أو تحظر في الدولة تشكيل أي فصيل مسلح أو حمل السلاح خارج إطار الدولة، يحظر. هذا الموضوع يشمل الحشد، العشائر، وأي فصيل أو أي شخص في العراق يحمل سلاح. حتى هذه اللحظة حضرتك تقول داعش أو العفو الحشد خط أحمر، الحشد خط أحمر هو عبارة عن ميليشيا تعمل خارج إطار القانون. زعماء الحشد هم قيس الخزعلي، هادي العامري، أوس الخفاجي، أكرم الكعبي، واثق البطاط، وغيرهم من هذه الأسماء، وطبعا أبو مهدي المهندس الذي نفق مع قاسم سليماني. هذه الشخصيات وهذه القيادات هي مصنفة إرهابيين وفق العالم، يعني ليس وفق العراقيين فقط إنما وفق العالم. قالوا بأنهم مع إيران يقفون، أعلنوا ولاءهم إلى دول أخرى، هم يتعاونون مع الآخرين. هذه نقطة خلصنا منها، وأتمنى تكون فهمت الموضوع. بالنسبة للسيد أبو فيصل من السعودية، كل متصل له الحق بإبداء رأيه طالما بشكل محترم، الرجل لم يتحدث سوى بمصلحة الشعب العراقي، وطالما نحن عرب فمن واجب الشعوب العربية أن تساند بعضها في وقت الأزمات. من معنا الآن؟ السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز كلامك منطقي على حصر السلاح بيد الدولة. نعم. بس أكو نقطة واحدة أعترض عليها. تفضل. هو موضوع الحشد الشعبي. طيب. الحشد الشعبي مو كليته. أكو ناس مخربة للحشد. طيب. بس مو كليته قتلت وسلبت أو ارتكبت حقوق الإنسان. طيب. يعني مو يعني صح، بس هذول ما تابعين للحشد الشعبي. الحشد الشعبي مؤسسه عسكريه هسه على نظام عسكري تابع راسي والسرى. طيب. يعني اكو فصائل مسلحه، فصائل مسلحه هسه المفروض ما تشمل الحشد فيها. يعني انا كان احتياطها بالحشد الشعبي. لا لا سيد شاكر، يعني انا مو انا بدي اشمل، هم دي يشملون نفسهم بهذا الشعار، هم اللي دي يقولون نحن الحشد الشعبي. هم الذين يقولون نحن نقاتل تحت راية الحشد الشعبي. هذه القيادات، مو أنا اللي أقول. لا القيادات نعم، بس شفت لك أنت جندي من الحشد الشعبي يعني شايل الساحة بالشارع، هذول القادة الكبار، هم الأحزاب بيناتهم، الأحزاب بيناتهم تقاتل، يعني مو الجنود. سيد شاكر، سيد شاكر، سواء أكان هذه القيادات أو غيرها أو حتى لو ناس عاديين، ممنوع وفق الدستور أن يتم تشكيل هكذا نوع من القوات العسكرية، هذا ممنوع. خوش ممنوع، المفروض من الحكومة العراقية تحول حشد الشعبي. طيب طيب هذا الكلام لغاية هذه اللحظة ماذا يصير؟ الحد الآن الحشد شايل السلاح، الحد الآن الحشد مسيطر على مناطق، عنده سيطرات أمنية، وهو أصلا ممنوع وفق القانون، يعني شلون الدولة ترضى أنه تظل الناس شايل سلاح؟ حاليا يعني الحج الشعبي قاعد يقول قوه مسلحه، لا يعني مو كليه، مو الكل. وثاني شغله عمليه الاغتصاب، ما اغتصاب، انطينا واحد الحجز سوى هذا الشيء. سيد شاكر، سيد شاكر، اولا بخصوص المقاطع، طبعا انا اشكر حضرتك واتمنى تسمعني طبعا من التليفون من التلفزيون حتى توصلك الفكره، وفكره حضرتك وصلت، لكن بالنسبه لي الجواب على هذا الموضوع، المقاطع وحضرتك تتكلم عن المقاطع يا مكثرها وارجع الى ارشيف قناه الرافدين على اليوتيوب وتابع شنو من انتهاكات وجرائم عرضتها قناه الرافدين في نشراتها الاخباريه، في البرامج السياسيه، في البرامج التفاعليه، الاتصالات، اشقد مقاطع منذ العمليات العسكريه ما بدات ولغايه اللحظه، اشقد مقاطع عرضت لانتهاكات قام بها الحشد.
غيرها وغيرها من هذه اللي حضرتك تفضلت به، وهناك عمليات كثيرة منها عملية قتل وتمثيل بالجثث. وطبعا هذا الموضوع وفق القانون اللي هو اسمه المفروض قانون في العراق، هذا الأمر ممنوع. تمت إعدامات ميدانية بدون محاكمات، تمت عمليات اعتقال بدون مذكرات قضائية، تمت عمليات إخفاء قسري وتغييب لمدنيين عراقيين وهم أبرياء من الانتماء لداعش، هذا التنظيم الإرهابي، وغيرها من انتهاكات قام بها الحشد. احنا حضرتك ده تقول مو كلهم مخوش وادم، طيب اللي حضرتك ده تتفضل عنهم او ده تتفضل ده تقول ان هم مو كلهم، هذه كانت في البدايات، كان هناك مجموعه من المتطوعين وسحقتهم المعارك وبدون، لانهم راحوا بدون تدريب بدون اراده بدون عقيده، راحوا اندزوا الى المحرقه وراحوا بالعمليات العسكريه اللي صارت. الآن اللي لازم الحشد، والآن اللي هو شيء اسمه مؤسسة الحشد أو هيئة الحشد، فالح الفياض وقيس الخزعلي وهذه الميليشيات، هادي العامري، هذه الميليشيات التي هي موجودة قبل الحشد الآن هم المسيطرون. الآن الحشد كل هؤلاء، حضرتك تقول لي مو كلهم ذول أفراد، كل الأفراد يأتمرون بأوامر فالح الفياض طالما هو تحت إطار شيء اسمه الحشد الشعبي. ولا تقول للقائد العام للقوات المسلحة، أعطيني حضرتك طلبت مني أشوفك صور أو فيديوهات، أنت أريدك تعطيني أمر حكومي توجه للحشد والحشد نفذ هذا الأمر. أبو مهدي المهندس قبل اغتياله قال بأنه لو طلب رئيس الوزراء أن يحل الحشد الشعبي لن يحل، فشلون إذن هذا تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة؟ طيب مشاهدينا الكرام، خلونا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر. طبعا مشاهدينا الكرام نكمل الحديث بموضوع النزاعات العشائرية. السؤال، هل تلقى باللائمة على العشائر في العراق لأنها حملت السلاح، أم يلقى باللوم على السلطة أو الحكومة أو حكومات ما بعد الاحتلال أنها سمحت للعشائر أن تملك سلاح، أو سمحت للأفراد بشكل عام في العراق وكذلك الميليشيات أن تحصل على سلاح؟ معنا السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للعشائر، نعم، مو هاي العشائر اللي طلعت بثورة العشرين وقاومت الاحتلال؟ نعم. زين، ديج العشائر كنا نسمع عليها من أبهاتنا وجدودنا، نعم، اللي قاوموا المحتل البريطاني وطلعوا من العراق واستقلال العراق. نعم. هاي العشائر جتنا ما بعد 2003. زين، نعم، شنو شاب عمره 14 سنه شال بخندقيه ويشتر بالمناطق ويقتلهم كيف؟ نعم. هو لو اكو حكومه صدق، زين، واسمها حكومه واسمها القائد العام للقوات المسلحه، كل هاي العشائر ما يخليها خلال 70 ساعه. نعم. زين، ادز على شيوخ العشائر واجتمع بهم كل عشيره، شكو عندكم سلاح؟ العشيره الفلانيه اريد منها 500 بندقيه، اريد من عندها 40 بيكيسي، 50 قاذفه. طيب. لو عقوبات شامله. هناك عشائر في العراق عندها ارقام اكبر من هاي اللي حضرتك تفضلت بيها. عندها دبابات في بعض العشائر في العراق. دبابات وحاجيات
مسبح 106 نعم اشكال عندهم بس العتب مو على العشائر، العتب على الحكومه اللي قاعد تحكمنا. نعم زين اللي مسويه نفسها حكومه العراق ولا هي مو حكومه. نعم يعني احنا شفناه البارحه في منطقه الحسينيه. نعم بالجبهه مو هيك، احنا كنا بالجبهه. نعم مو هيك قتال يعني. يعني هاي الاطلاقات لما استمرت يا سيد ابو طه، هذه الاطلاقات لما استمرت ليش ما شفنا تحرك حكومي، تدخل عسكري من ما يسمى بالامن في العراق لايقاف هذه ايقاف هذا النزاع واعتقال من قاموا باستخدام السلاح واطلاق النار وارهاب المواطن وتسبيب اضرار ماديه كبيره في بيوت المواطنين؟ هاي قدروا لهم استاذ، هاي قدروا لهم. نعم استاذ محمد سيد العارفين اغلب العشائر هم من ضمن الفصائل المسلحه. زين نعم من ضمن الفصائل المسلحه ثلاث ارباع ولد العشائر الفلانيه ينتمون الى الحزب الفلاني وينتمون الى الحزب الفلاني وهم مسلحين. نعم فالحكومه ما تقدر زين بانه الحكومه يعني شلون منزوعه السلطه من عدا الميليشيات اقوى من الحكومه هسه. انا اشكرك يا ابو طه من بغداد، شكرا جزيلا، وضحت الفكره. معنا السيد فرحان من الناصريه، تفضل يا فرحان. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ العزيز بالنسبه لقضية السلاح، سلاح قديم هذا بالعراق. نعم. بس اكو بعد ثاني، اكو مناشده عندي. تفضل. يعني احنا ذولي الفلاحين. نعم يعني بس فلاحين الرفاعي احنا 600. نعم 600 فلاح. اكو من عندنا مسوق 50 طن. نعم واكو من عندنا مسوق 800 طن. طيب تدري الناصريه السنه، الناصريه السنه انقطع رزقها ولا فلاح مستلم. نعم والسنه ولا واحد يزرع، ولا واحد يزرع بمحافظه الناصريه. ليش؟ كل الناصريه ما انطونا مستحقاتنا الماليه. نعم سوقنا قبل، سوقنا وتسويقنا موجود يوم 2/5. نعم شنو السبب؟ لحد الان ما مستلمين فلوسنا، ماكو، يقولون فلوس ما عندنا. ليش ما عندهم؟ زين الدولة ما تعطينا فلوسنا. يعني اللي مسوق 800 طن بحدود ال 600 مليون فلوسه. نعم زين شلون راح السنة يزرع وهو رفد الدولة، والدولة السنة عندها اكتفاء ذاتي. نعم نعم زين وهذا استاذ ادو هذا الموضوع استاذ محمد اريدك تتبنى لنا اياه، تشوف مثلا ليش هاي المحافظه اللي صار العراق كله اكتفاء ذاتي عندهم منسوب الحنطه. نعم نعم سنه ما استوردوا استاذ محمد. صحيح ولا حبايه حنطه وجاي يصدرون. يعني يصدرون واحنا الفلاحين صرنا، واحنا الفلاحين بهذا الموسم. نعم يعني الموسم هذا بدا عندنا، بدا عندنا البذور هذا لازم نجهزها، نشتري الكيمياوي، نجلب الجيعان مالتنا. نعم زين طيب محمد يعني هاي كارثه بالعراق، السنه الثانيه تطلع جميع الفلوس اللي عندهم يشترون بها، يشترون بها حبوب من برا. سيد فرحان السنه الفلاح انتهى. سيد فرحان صوتك ان شاء الله وصل، وهذه المناشده طلعت الان على الشاشه وان شاء الله تصل لمن يهمه الامر. كان الله بعونكم طبعا الفلاحين في العراق. هناك فعلا استهداف، أنا أشكرك طبعا، هناك استهداف للفلاح وللزراعة بالعراق بشكل عام. كما يقول السيد فرحان احنا بلشنا بالفعل بالموسم، بموسم الزراعة الآن، والمفروض أن التزامات يجب أن نحصل على المقابل المادي لمحصول السابق حتى نقدر نشتغل، والدولة ما تطينا لأسباب أنه ما عندنا فلوس. طيب ماذا عن الأموال التي يتقاضاها مزدوجو الرواتب وما يسمى بسجناء رفحاء أو يعني جماعة رفحاء، وكذلك الوهميين الموجودين بالدولة؟ ماذا عن الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون في العراق؟ ليش الفلاح اللي هو أساس الغذاء في العراق، الشخص الذي يعمل على توفير الطعام للعراقيين، نراه يعامل بهذه الطريقة ولا يأخذ مستحقاته، في حين من لم يعمل مرة واحدة للعراقيين نراه يتقاضى مليارات الدولارات من المسؤولين أقصد ومن يوجدون في الدولة تحت صفة الحكومة. معنا السيد أبو محمد من الموصل، تفضل.
السيد أبو محمد من الموصل ما موجود. أبو حسين من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا محمد أريد تعطيني الحق مثل ما تعطي أبو زكريا وصباح اللي هذا صباح اللي كان يسمى اسمه طيب. عبد الله قبل زمان من الفلوجة. أريد طيب. تعطيني الحق مثلهم. مو تقطع علي وبعدين تقول لي طائفي. طيب أنت إذا ما تكلمت بطائفية ما راح أقطع عليك. بس استاذ محمد هو هذا الاخ صباح اللي ابو عبد الله يقول لازم تخلي ايدينا بيد الدول العربيه. من الدول العربيه يعني من الامارات لو السعوديه، من الدول العربيه، من هي ولا الاردن، من الدول العربيه يخلي بيديهم؟ هم ذولا كلهم خونه، ما شوف رافعين الاعلام اليهوديه. طيب انا اوقف وياك لهنا اليوم موضوعنا حضرتك تتابع. لا انا حطيك الفرصه تتكلم، بس انا اريد بس نقطه واحده تفهمها يعني. تفضل. حضرتك متابع الحلقه لو دخلت الان هيك على العمياني؟ لا انا اتابع حلقاتكم بس. لا انا دا احكي لك على هاي الحلقه، ما لي علاقه بحلقاتنا السابقه. انا دا اقول على هاي الحلقه. حضرتك تعرفت الموضوع؟ ايه، مال على موضوع العشائر، تنازع العشائر. تمام، احسنت. انا اذا تجاوبني لو سمحت أخي. اذا لو سمحت سيد ابو حسين، حتى اعطيك فرصتك براحتك، حتى تجاوبني ارجوك على موضوع الحلقه اليوم. هل الموضوع اليوم انا ذكرت به الدول العربيه؟ بس يا اخي كل ما وان كان على عيني وراسي كلام حضرتك، وان كان تجي بحلقه بها هذا الموضوع تتفضل لك مطلق الحريه، لكن اليوم موضوعنا يا سيد ابو حسين ارجوك حتى لا تجر المشاهد الى قضيه اخرى. اليوم الموضوع عن النزاعات العشائريه والسلاح المنفلت. تفضل حضرتك اذا عندك راي بهذا الموضوع اعطينا رايك، اذا عندك راي في موضوع اخر شارك في الحلقه التي نطرح بها هذا الموضوع ارجوك. مو بعدين يقول لي طائفي، يقول لي طائفي. لا ليش طائفي؟ ليش طائفي؟ لما يطرح الموضوع بخصوص هذه القضية اللي حضرتك بدها تتفضل بها، ماكو طائفية، تعال وطي رأيك، وساعتها يتناقش المذيع معك، لكن أنا أريد رأيك بموضوع اليوم، أنت عراقي، شنو رأيك بموضوع امتلاك العشائر للسلاح؟ أخي العزيز، سبب هاي الميليشيات المنفلتة، هذا كل كلامك صحيح. طيب. ولكن 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 هاي الأسباب اللي أتت من اجتي الحرب الطائفيه ودخلوا الدواعش التوانسه ودخلوا الدواعش الجزائريين والمغاربه والشيشانيين. طيب. اللي دخلوا من تركيا، اللي دخلوا كلهم من تركيا ومن سوريا. طيب. يعني هذا صح ولا كذب؟ لو مو ذولا كان صارت هاي الميليشيات، كان عطى المرجع فتوى. يعني سيد ابو حسين، يبدو حضرتك مرتب التاريخ غلط. انا اشكرك للمشاركه يا سيد ابو حسين، فكرتك واضحه. يبدو حضرتك مرتب التاريخ غلط. الميليشيات موجودة في العراق قبل قدوم داعش، قبل قدوم ما تفضلت بهم ذولا. الميليشيات موجودة منذ الاحتلال، بدر وجماعة مقتدى الصدر، جيش المهدي سابقا، الآن اسمهم سرايا السلام، وغيرها من الميليشيات اللي طلعت من رحم جيش المهدي. حضرتك يبدو يعني عندك الأمور مقلوبة بالعكس. الداعش اجى آخر 6 سنوات للعراق، لكن قبل الاحتلال او عفوا بعد الاحتلال من 2003 الميليشيات موجوده ترهب بالعالم وتملك السلاح وتثير الرعب بين نفوس المواطنين وتقوم بعمليات اغتيال وخطف وابتزاز واعتقال بلا ادنى قانون موجود يمنعها من هذا الموضوع. حضرتك عندك مشكله مع الدول العربيه. طيب هذا رايك الشخصي. انت حضرتك عايش ببلجيكا، ممكن لو يعني في المستقبل ان شاء الله نعرف السبب اللي خلاك تعوف بلدك، طالما انت يعني المفروض تعيش ببلدك ما دام عندك هاي الروح الوطنيه. تعيش ببلدك، ليش طالع البلجيكا؟ لان هناك رعب، هناك ذعر موجود في العراق، هناك ارهاب حقيقي موجود حتى قبل قدوم داعش. طيب معنا السيد ابو حسين من مين؟ بابل. تفضل يا ابو حسين. السيد ابو حسين من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. طبعاً ما حكومة بالعراق، هذه الاحتلال أرجوك أن تسمح لي، أي حكومة وكالآن تحكم العراق هي عصابات وميليشيات نعم مدعومة ومدربة ومسلحة من قبل إيران. أنا أتدرب على هذا أبو باسم، هذا عميل مزدوج أمريكي إيراني. ابو حسين هو طرأي الرجل، اول طرأي الرجل، بدل ما نطعن به انا ارجو منك حضرتك توضح للمشاهدين وترد على السيد باسم من بابل. تقول له شنو ردك على هذا الكلام بدون تجاوز؟ فهذا
الرجل مستقال من هاي الدولة وميليشياوي هذا وين بيوت. أنا أحكي لك أحكي لك في القصة. طيب أنا جاري هنا راح للحشيد. طيب. ما يملك له ما يملك السكينة ببيت تدري هسه خلال سنتين سواء عمارتين منين جابه. نعم. وأنا خدمت بالدولة 30 سنة الله وكيلك بيت يريد أوقع عليه. نعم. منين جاب هاي الفلوس؟ اثنين. نعم. ما تقدر تفتح حقك هنا الآن تدير الحكومة كلها من بغداد إلى أبسط قرية الحكومة الإيرانية. طيب. فيا نعم. أخي العراق تمزق انتهى وما أسمح لهذا أبو باسم يفتح على أي دولة عربية وفي مقدمتها الدولة السعودية. الدولة العربية السعودية هي دولة عربية وإحنا عرب وعلينا لا نهاجم الدول العربية، علينا نهاجم إيران، نهاجم أمريكا، نهاجم إسرائيل، عليش يجي عند إذن هو هذا عميل. وأنا أشكرك. شكرا جزيلا سيد أبو حسين من بابل. ويانا السيد محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. السيد محمد من كربلاء موجود الأخ محمد؟ فقدنا الاتصال. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييك ونحيي شعبنا البطل ونحيي أهلينا جميعا. حياك الله. ونستنكر حمل السلاح خارج إطار القوانين والشرائع. نعم. والأديان. السلاح. نعم. المنفلت يؤدي إلى خراب الوطن، إلى قتل. نعم. الأبرياء، إلى العصابات والميليشيات والتنظيمات الخارجة عن إطار القوانين والشرائع والأديان. نعم. والدساتير أيضا. فسيد السلاح لازم يصنع هم العصابة الاستعمار من أول الاستعمار الجباني الأمريكي الصهيوني مجيء العراق. نعم. وهو سيد السلاح بيتبع بهذا الطريق عشان الشعب يقتل بعضه وسكر العداوات والثأر والانتقام بهذا الوقت معروفة معروفة. نعم. واضحة وضوح الشمس. انما حكايه ان هم يلموا سلاح من ايد شعب، هم اصلا جايين لموت الشعب اصلا ولموت الامه العربيه. نعم. وبالنسبه لاخويا العزيز اللي بيتكلم ويقول لك الدوله العربيه، الدوله العربيه احنا يا حبيبي احنا اخواتك منك، احنا عرب من اصل عرب، لا نقبل الدم ولا نقبل العنصريه، احنا مظلومين زيك تماما، احنا معاك مش ضدك، احنا مع اراده. نعم. الشعوب، مع كرامه الانسان، مع حقن الدماء، مع السلم، مع التطور، مع التدخل. نعم. السلم للسلطه، لا نقتل الابرياء ابدا مهما حصل. نعم. ترخص دمنا وترخص أرواحنا للعراق وللأمة العربية كلها. بارك الله فيك. كل الأديان. إحنا مش ضد طائفة ولا دين ولا مأبدا ما حصلش. إحنا ضحايا زيك. فيا عمي صباح الخير المستعمر بيسمع الجرام والقتل. أبوس إيدك اصحى للدنيا. إحنا مش أعدائك إحنا إخواتك منك. وأنا طيب. أشكر سيادتك وعاشق عروبة البطل. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيد محمد من كربلاء عاود الاتصال مرة أخرى. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد حديد الوردة شلونكم؟ الله يسلمك. أو يحفظ قناة الرافدية المنبر الحقيقي الوحيد قناتكم الحقيقية. الله يبارك بيك. الله يحفظكم والله يستر عليكم يا استاذ محمد الوردة. الله حبيبي. الله يسلمك. تفضل محمد. تفضل. حديد استاذ محمد بالنسبة للموضوع النزاعات العشائرية مو صحيح؟ صحيح. صحيح. كلهم اللي اجوا الرئاسات رئاسة الوزراء المتعاقدين. نعم. قالوا سنحصر السلاح بيد الدولة. صحيح. وسنقضي على الفساد حكومة الإعطالي وعادل عبد المهدي والمالكي. هل هذا مصطفى الكاظمي يقدر يحصر السلاح بيد الدولة؟ ما يقدر. ولا يسيطر عليه. نعم. ليش؟ نعم. سيد محمد شنو السبب؟ أنت برأيك شنو السبب يا سيد محمد؟ أنا أقول لك شلون أمره مو بيد الثلاثة أخويا أستاذ محمد أمره. نعم. مو بيده. رئيس وزراء امره مو بيده. بيد منو؟ المتعاقبه امره مو بيده. بيد منو العاد؟ بيد ايران. ايران موجوده داخل قريبه يمك هذا الحكي كله من ايران. نعم. نعم. هاي الوحده. سنقطع الفساد، سنحارب الهاكر، سنحصر السلاح في الدوله وسلاح عصابات ميليشيات. نعم. والسلاح والبنيت وين يعني صار لك العراق ايش ستوب كل شيء من كل شيء. نعم. نعم. أنا أشكرك يا سيد محمد من كربلاء وأعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء. شكرا جزيلا. آخر المتصلين في دقيقة واحدة السيد حسين من بابل، تفضل يا حسين. مساء الخير حبيبي. مساء النور. أهلا وسهلا. كلمك وعزك يا الغالي أخوي. الله يسلمك. خصوصا في موضوع السلاح المنفلت. طيب. هو سلاح بيد يعني السلاح اللي بيد العشائر بعلم الدولة. بعلم الدولة. بعلم الدولة. نعم. أنا أعطيك إياها
الكلمه الصريحه وحتى ترتاح، لان انا اخر السفارة حتى تختفي. تفضل. السلاح اللي موجود سلاح كله مرخص من قبل الدوله العراقيه. طيب. السلاح الان ينباع من وزاره الداخليه، قاعد ينباع من صندوق شهداء الشرطه، قاعد ينباع بمبالغ ماليه، قاعد تجهز به العشائر بموافقات رسميه واصوليه. ليش؟ ماكو ليش، هو هذا في القانون يعني، هم عندهم وزاره الداخليه قاعد يبيعون السلاح. ليش؟ ليش يبيعون السلاح؟ ليش يبيعون السلاح ويطول العشائر؟ ليش؟ قاعد يبيع الشيخ العشيره، وقاعد يبيع للاستاذ الجامعي، وقاعد يبيع للطبيب، وقاعد يبيع للتاجر، قاعد يبيع الكل. اصبح المجتمع العراقي كله بكل بيت قطعه قطعتين ثلاثه. انا متحدث وياك بيت ثلاث قطع. نعم. هاي يعني انا بمفرده جدا بسيطه، بينما شيوخ العشائر. نعم. سيد حسين، سيد حسين انا اعتذر منك. الوقت القتال الطائفي، القتال الطائفي، صارت الغربيه تلمس سلاح بعنوان الصحوات، والجنوب والوسط تلمس سلاح بعنوان الحشد. نعم سيد حسين، وضحت فكرتك، انا اشكرك واعتذر لان الوقت انتهى، لكن كلام خطير جدا حقيقه، بانه هي من تقوم ببيع وزاره الداخليه او الحكومه بشكل عام هي التي تبيع السلاح. نقرا في الدقيقتين المتبقيتين الرسائل الواردة، أو في دقيقة واحدة. مقداد من البصرة يقول: العشائر تأخذ سلاحها من الأحزاب الموجودة بالمنطقة، وخاصة ميليشيات الحشد هي التي تمول العشائر بالسلاح. رسالة أخرى من محمد، عفوا من فاتن، سيدة فاتن من ألمانيا، تقول: بعد السلام والتحية، أخي هاي الحكومة مو قوية والباقي ما افتهمته، شكرا جزيلا. رسالة من أحد المشاركين، رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها. رسالة أخرى أيضا طويلة أعتذر عن قراءتها. في رسالة من السيد أبو محمد يقول: السلام عليكم، انتهى من سيطرة العراق، انتهى من سيطرة إيران على العراق، وكل ما يحصل من إجرام وقتل هو بأمر إيران للميليشيات الولائية لها، فيجب الاتكال على الله القادر على إنهائها. وآخر رسالة لدينا من أبو حاتم من الموصل يقول: بعد التحية والسلام، دولة العراق دولة بدون إدارة وبدون حكومة، هذه نتيجة الاحتلال، وما يريده المحتل تدمير الدولة العراقية إرضاء لإسرائيل وإيران. مشاهدينا، قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.